الخبر اول يعدنا عن يارا كوين يا حبايب وموت خالها، فنزلت هذا الستوري تترحم بيها على خالها وكاتبه انه خالها توفى. هي رح تبعد عن السوشيال ميديا شويه، دعوا لها بالرحمه. الله يرحمها يا رب، ولا تنسون يا حبايب انتم تدعوا لها بالرحمه بالكومنتات. ننتقل حاليا لبيسان تيكت يا حبايب، وكالعاده الاشياء الغريبه اللي قاعده تسويها، فنزلت هذا التيك توك الصادم اللي كان ويا ولد جديد بنفس الوقت واقف وقفه شويه غير لائقه. اغلب الكومنتات صار يسبوها ويتهجمون عليها، فكتبوا بالكومنتات استحقت تهجم او لا. بالاضافه نزلت هذا الستوري تقول انه هي بيها اكتئاب شويه، فكتبوا بالكومنتات شرك بهذا الخبر. وننتقل حاليا يا حبايب النورمار واعترافه بحب لانا، فبيسان اسماعيل بالمقابله سوته وياه صارت تساله من اقرب لك لانا او لين، فهو صار يقول انه لانا نوعا ما تفهمني اكثر بسبب انه هي قريبه من عندي اكثر. راح تكون لقطه يا حبايب شوفوها. لانا او لين اقرب مني؟ مين اقرب؟ انا إلك؟ اقرب مني لالي اكثر واحد. انا مين اقرب لالك من بين لانا ولين؟ شوفي هنا اثنيناتهم غاليين. ما في شوفي. طب بحكي ما بجاوب. هدي شوي عم بجاوب يا زلمه، لا تزعجيني وربي. طب يلا شوف. شوفي اثنيناتهم غاليين علي، اثنيناتهم بعتبرهم جدا شيء كويس، بس بما انه لانا اكبر من لين بشوي فهي مخي بتطوق اكثر فبصير حكي اكثر. يعني شو لانا؟ لانا اقرب منك اكثر من لين. الاثنين قريبين بعض بس انه هذيك بتفهمني اكثر. بيضاف النور مار يا حبايب صار يتهجم على قمر الطائف، فبنفس هذه المقابلة بيسان صار تسأل نور مار انه شو سبب الخلاف اللي بينك وبين قمر الطائف، فهو حاول صار يقول انه انا ما اتذكر وما مهتم اصلا. بيضاف يا حبايب هم بيسان صار تسأله منو اكثر يوتيوبر انت تشوفه متصنعة، فهو صار يقول نوعا ما قمر الطائف ولكن بطريقة غير مباشرة، بحيث صار يقول انه شخصيتها بالواقع حلوة ولكن بالسوشيال ميديا تتصنع. نفس المقابلة اللي سواها ويا لين اللي ذكر لما قال انه قمر الطائف شخصيتها حلوة ولكن بالتصوير هي بيض، فواضح انه قصده عليها. راح احط لكم اللقطات شوفوها. شو سبب المشاكل بينك وبين البنت اللي كنت تصور معها زمان اللي كلنا بنعرفها؟ سبب مشاكل؟ هلا اول شيء انا كنت ما اصور مع بنت، كنت اصور مع بنات كثير. مع البنت ما بدي اذكر اسمها، تفضل. خلاص فهمت عليك. اصلا ما تستوي اسمها. ايه اوكي. سبب المشاكل شو كانت؟ والله ما نسيت، ما مهتم ابدا ولا واحد منهم. جد نسيت. تخيلي انت كان جزء من مخك عم تقول ديليت. طب يلا اوكي. ديليت وما ديليت، جزء وما جزء، تفضل. اسمعي عم بقول لك سبب مشاكل الحياه، والله بقول لك الحياه، والله بقول لك الحياه. شو المفروض طلع البدر علينا بما تشتهي السهول؟ خلصني بحياه. في اليوتيوب مستفزه ومتصنعه وفيك وما بالطيقه. بس اسمعي مين هي غيري بلا هبل؟ يلا شت غيري بلا هبل وغير الناس اللي قرب منك مش عنا ما تلنا سماش. أنا حلفت أنا بحكي الحقيقة. إيه. يعني ما قلت بيسان أنا جد أنت ما بشوف زنخة. طيب. إنه ولا بشوف القراب مني زنخين. أوكي. في واحدة بشوفها زنخة أو أكثر من واحدة الصراحة متصنعة، لأنه هي جد لازم تعمل هيك لحتى تنجح بمجالها. يعني أنا ما بلومها، هي بحياتها الشخصية جدا واو، بس هي بالسوشيال ميديا ما في جدا واو. بايخة البنت متصنعة البنت ما بتطيقها، أنت ما بتحبها. لحظة شوف. على فكرة أنا ملاحظ، أنا صورت حلقات كثير للبرنامج بس مثل حلقة بيسان مضاربة مش فاهم كثير. ليش عادة؟ ما بعرف. عادي ريلاكس، أنت ضيفة وأنا المقدم. إيه عادي عادي ريلاكس، يلا افتح. طيب بقول اسم البنت ما بفتح. شوفوا من دون زعل أبدا ما بتطيق. أنا هيك شايفة، ما بتطيق. أنا هيك شايفة، يعني أنا هيك يعني حريتي الشخصية. الله يعينك من دونك عملي له بلاك. أنا آسف جدا بس أوكي. وبخدام احمد ابو ربيع حبايب والكلام الحب اللي قاله على صبا، في مقابله سواها واحد من الاسئله سيلو انه شنو غير حياتك بعد ما تعرفت على صبا، راح احط لكم اللقطات شوفوها وبس. طب غيرت بحياتك شيء؟ كثير للافضل يعني. يعني صرت اهتم بنفسي اكثر، صرت ايجابي اكثر. طلع حبايبنا صوت المقطع في جرب طب اللايكات شنو قفيت زي ما قدمك القصص. احبكم وبس، مع السلامه.